السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين في كل مكان وموقع تتواجدون فيه وكل المشتركين، أحييكم تحية طيبة. واليوم اسمحوا لي دقائق حتى ما تصل حتى 4 دقائق تقريبا أو أقل، نغير فيها الأجواء ونعطرها ونلطفها بشيء من الغزل، حاجة بسيطة كذا كوميدية من الغزل والفن. يقول القبلة اللي هي عن بوسة، يقول لها المصريين بوسة القبلة. يقول القائل يقول الدلال والتمنع من الحبيب مما يزيد الحب اشتعالا، يعني الحبيب اللي انت تحاول يعني بقدر المستطاع فيه وكذا يتمنع وكذا يعطيك، يعني يخلي الحب يشتعل عندك، يعني تنفهش الدنيا عندك وتصبح يعني في عالم آخر. والحقيقة الحب والغزل والهذا موضوعه ومجال واسع، لكن احنا ناخذ بس القبلة وماذا قال عنها أبو نواس، وهذا يصوره أبو نواس شعرا في هذه الأبيات البسيطة. يقول سألتها قبلة ففزت بها بعد امتناعي وشدة التعب، فقلت بالله يا معذبتي جودي بأخرى أقضي بها عربي، يعني زي ديني واحدة ثانية. احنا على كلامنا هذا العامي وهذا، ولا يعني مش حالك اللي مستعجل عادني، يعني انت عارف بغت شعبط. فقلت بالله معذبتي جودي بالله عادك، يعني انت عارف زوديني واحدة ثانية وانت عارف جودي بأخرى أقضي بها عربي. فابتسمت يعني ضحكا، فابتسمت ثم ارسلت مثلا يعرفه العجم ليس بالكذب، لا تعطين الصبي، يا سالم حكمة يبل له كلمة، تقول له لا تعطين الصبي واحدة يطلب أخرى بأعنف الطلب، بعدين أنت أعطيته مولة هذه خلاص، بدل مه كان يعني حاد أبوه وزاطه وما بي عليه حتى عود يشوف جنبه يبلو وحده، رجع يعني ماذا حنا يقول من طعم حلا مد مزقمه، من طعم حلا مد مزقمه، هذا هو المثل حقنا في جيزان، من طعم حلا مد مزقمه. عم رجل اجى ماذا حنا قد هلا خلاص وصل عليها طعم، ماذا حنا طلع عن قرونه ماذا حنا قد هلا قرونه اللي تلعبه وقد يشل ثانيه، وانت عارف يقول ابتسامة فموعد فلقاء، وانت عارف الكلام كما قال الحكماء والشعراء. أخيرا أحبائي وصلت عليكم هذه الأبيات الحلوة والجميلة التي صورها لنا أبو نواس. إلى اللقاء، ونلتقي إن شاء الله معكم في بث مباشر بإذن الله إن وجدنا الفرصة، لأنه ذي حين أنت عارف مع الدراسة والظروف كذا شوية، فأسأل الله لي ولكم التوفيق. ولا تنسونا إذا أعجبتكم هذه الأبيات وأعجبتكم القبلة، لكم قبلات من عندي.